أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق دمنهور الدولي العمومي الموافق يوم الحد يا جماعة. السوق إن شاء الله اشتغل يوم الحد. كل عام وأنتم بخير. النهاردة خامس يوم العيد بسم الله ما شاء الله. العجول النتيات الجنية البقر في سوق دمنهور. الله أكبر. صباح الخير يا عمدي. صباح الخير. ده رجالة زي رجالة زي الوردة حاجة. كل سنة طيبين يا رجالة. كل سنة طيبين أحسن رجالة والله. أنس نارت السوق دمنهور. اللهم صل عليك أنا. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. أعمار قد إيه عسل كده؟ قبل 21 ألف والعيد دي عاملة 20 ألف. دي 21 ألف ودي 20 ألف. بسم الله ما شاء الله. عرفنا باسمك الأول أنت من إيه؟ محمد عثمان من الصباصيف. محمد عثمان من الصباصيف تبع مركز دمنهور محافظة البحيرة. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عمر قد إيه كده؟ أربع شهور ولا خمس شهور؟ الله بالعمر الواقف واصحابي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يعني من خمس شهور لست شهور. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. واحده ب 21 واحده ب 20. دي ب 21 ودي ب 20. الاولانيه دي ب 20 والثانيه ب 21. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. العجول التربيه يا جماعه النتات. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. معكم حاجه ثانيه يا محمد؟ معانا عجله. هي واقفه هنا. المعلم شحات برغوت طبعا ابو حمص. صباح الخير يا معلمي. كل سنه حضرتك طيب. طبعا العالم واكله اللحمه كده وملكوم تجاله بان عليه. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عمر قد ايه كده يا معلم شحات؟ من سبع شهور لثمان شهور. من سبع شهور لثمان شهور وخمس حتت. عمت في حاجه غيرهم تاني؟ لا يا اللهم صل عليك يا نبي. الاسعار عاملين النهارده بعد ليه؟ الاسعار حلوه والله. بالامانه. الاسعار النهارده يعني ايه سكرات كده. سكرات. زي النهارده بقى الاسعار هتبقى مرتفعه. هتبقى مرتفعه كله آه طبعا خلص اللحمه بقى وفاق واللك ما راحت. الله يقوي العالم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. لا بس عجوز. عمار قد ايه كده يا عم شحات؟ من سبع شهور لثمان شهور. من سبع شهور لثمان شهور يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. السوق بقوله استقر على الحد كده يا معلم شحاتي. بقى الحد خلاص. سوق دمنهور يوم الحد يا جماعه اهوت بيبدا من الساعه 12 بالليل يوم السبت. الله اكبر. الله اكبر. سوق عمران زي ما انتم شايفينه شغال اهوت. بسم الله ما شاء الله. سوق عيد بقى يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل عليك يا نبي. سمينا الاسعار كده وانت طيب يا حاج. الاربعة ب 10 الله يبارك. شفت بقى كم وكم يا حاج شحات؟ 25 كبيرة دي. بسم الله ما شاء الله. الله هو 25 يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. الله هو أكبر. ب 17000 يا حاج مجرب أهو. دي التجارة بتخرب. إيه اللي عايزة إيه؟ تاخد من الفلاح من المربي. إيه عايز يضحك على المربي. لا أنا عايز أسمع منه هو. الله هو أكبر. كلام معلم. إيه بنقول لك 17000. إدعي له بقى. إدعي له بقى. بيعوا البعض. يا معلم شحات. بيعوا البعض بقى. شو عمك الجد. عايزين ياكلوا ايه؟ عشان تسوالوا. احنا التجار اللي عايزه تهبط العمل اللي عايزه بترفع برضه للمربي. ما تهبطش العمل في حياتها لان ما هو دي بكام يا معلمي؟ 25 بقول ب 17. ده عشان متجوز. يعني بيقلل منها 8000. هو متجوز دي لازم يرفع البنديره شويه. لكن التاني عايز يتجوز. عازب دوك عازب. عازب عايز يتجوز ايه؟ عايز يتجوز يظلم المشتري. هاني شحات اللي في رحله هي 23. 23 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. والبراون دي ب 21. والبراون دي ب 21. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. والدية تعمليه 21 ونص. 21 ونص. الله اكبر. اسعار يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. دي 19 ونص. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك ان شاء الله معلمي ان شاء الله. الرقم المعلم شحات برغوت 012 كام؟ 7 7 1 1 7 1 1 7 7 7 0 9 0 9 1 1. الله يبارك لك. مظبوط كده الرقم؟ اي حد يتواصل معاك يا معلمي تبع قناه المواشي اليوم بحالها يا أم. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. زي واللي هم عايزينه تحت امرك. يعني موجود عندك كل النتيات. شغال في الجنيه يا حاج. شغال في الجنيه. النتيات بس؟ اه نتيات الجنيه العجله النظيفه. العجله النظيفه. الله يبارك لك. فريزن
في مثال كل اللي هو عايزه عنه. جميع الاصناف عند المعلم شحات برغوت، اللي عايز حاجه يتواصل معاه يا جماعه. شكرينا معلم واجعل صبعك ابيض ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه الموانش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.